محمد عمر من جبهة بوليساريو. السيد الرئيس، شكرا على إعطائي الفرصة لأتحدث أمام اللجنة الخاصة باسم جبهة بوليساريو الممثل الشرعي لسكان الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. سعادة أعضاء اللجنة وسعادة ممثلي الدول الأعضاء، إن دورتكم اليوم تنعقد في وقت تشهد فيه الصحراء الغربية تطورات عدة مع تداعيات على السلم والأمن في المنطقة برمتها. في نوفمبر 22 من العام الماضي شهدنا انتهاكات صارخة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نقلت القوات المغربية قواتها إلى المنطقة العازلة على معبر كرجرات ضد المتظاهرين الذين كانوا يحتجون سلميا على الاحتلال غير الشرعي من جانب المغرب لأراضينا. ولم يكن أمام ممثلي جبهة بوليساريو خيار آخر سوى الدفاع المشروع عن النفس. واليوم وبعد سنوات عدة على نشر بعثة الأمم المتحدة المعنية بالاستفتاء في الأمم المتحدة، لا نشهد إلا الحرب في تلك المنطقة وليس السلام. لماذا توصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم؟ الإجابة سهلة، نحن قد بلغنا هذه المرحلة لأن القوات المغربية سمح لها وبدون حسيب أو رقيب عرقلت أو تجميد عملية الاستفتاء، وهو استفتاء كان ليتيح لسكان الصحراء التعبير عن أرائهم. وصلنا إلى ما وصلنا إليه لأن الأسرة الدولية قد اختارت أن تغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وهي انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال المغربية بحق شعبنا. وإن هذا يشي باللامبالاة أو بغض الطرف الأسرة الدولية عن ممارسات المغرب، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهذا يشكل انتهاكا كذلك يشكل كذلك انتهاكا للقانون الإنساني الدولي في المناطق المحتلة بشكل غير شرعي من الصحراء الغربية، ويشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار، كما أنه يطلق شرارة حرب جديدة في المنطقة. هذه هي الحالة بكل بساطة. للأسف على مدى عقود ثلاث التزمنا الحل السلمي وانخرطنا بشكل بناء في عملية السلام للأمم المتحدة، وأبدينا الكثير من الجلد والصبر والأنات وضبط النفس والمرونة رغم الاستفزازات وكل الغبن الذي لحق بشعبنا، ولا يزال على يد دولة المغرب القائمة بالاحتلال. واليوم الشعب الصحراوي وبقيادة جبهة بوليساريو قرر أن يرفع صوته عاليا. نحن نبقى ملتزمين السلام، ولكننا لن نتنازل قط عن حقنا غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والاستقلال. لذلك نود أن نشير إلى أن السيادة على الصحراء الغربية هي ليست سلعة تروج في سوق وول ستريت أو في مناطق أخرى، لأنها حق حصري لشعب الصحراء، للشعب الصحراوي. وشعبنا بقيادة جبهة بوليساريو سيستخدم كل السبل الشرعية للدفاع عن سيادته. وإن الطبيعة ونحن نتطلع أننا لا نطلب الكثير إذا ما طلب